السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم طلاب الأعزاء. ننتقل إلى حل تدريبات درس مقارنة الأعداد. استكشف: من الذي معه عدد أكبر من النقود؟ أحمد أم علي؟ أحمد يمتلك 435 قرشاً، علي يمتلك 399 قرشاً. من معه نقود أكثر؟ هيا لنتعاون سوياً. نبدأ أولاً بمقارنة منزلة المئات. لدى أحمد 400، لدى علي 300. أحسنت، أحمد يمتلك مئات أكثر لأن 400 أكبر من 300، إذن أحمد يمتلك عددا أكبر من النقود، 435 أكبر من 399. أتعلم. كيف أقارن بين عددين؟ أبدأ بمقارنة المئات أولاً. فإذا كانت المئات متساوية، فإنني أقارن العشرات، وإذا كانت العشرات متساوية، فإنني أقارن الآحاد. لاحظ الرقم 273 و459. سوف نبدأ أولاً بمقارنة منزلة المئات. يوجد لدينا الرقم 2 والرقم 4. هنا المئات غير متساوية، 4 أكبر من 2، إذن العدد 459 أكبر من 273. ننتقل إلى المثال الثاني. 481، 462. لاحظ أن المئات هنا متساوية، لكن العشرات غير متساوية. 8، 6، 6 أصغر من 8، إذن 462 أصغر من 481. ننتقل إلى المثال الأخير. سنقارن بين الرقم 598 598. لاحظ هنا أن المئات متساوية، والعشرات أيضا متساوية، والآحاد متساوية. إذن 598 تساوي 598. أتحدث. كيف أقارن بين عددين ضمن ثلاثة منازل؟ أولاً أقارن بين منزلة المئات. إذا اختلفت المئات، نضع الإشارة للأكبر أو للأصغر. لكن إذا تساوت المئات، نقارن منزلة العشرات، ثم نضع الإشارة للأكبر أو للأصغر. إذا تساوت الآحاد والعشرات، إذا تساوت المئات والعشرات، نقارن منزلة الآحاد ونضع الإشارة للأكبر أو للأصغر. إذا تساوت المئات والعشرات، نقارن منزلة الآحاد ونضع الإشارة للأكبر أو للأصغر. لكن إذا تساوت المئات والعشرات والآحاد، نضع إشارة يساوي. مقارنة الأعداد. أكتب إشارة أكبر أو أصغر أو يساوي في المربع. سنقارن الآن بين العددين 436 463. نبدأ بمقارنة المئات. 400 400 المئات متساوية، إذن سنقارن العشرات. هنا 30، هنا 60، 60 أكبر من 30، نضع الإشارة للأكبر. 463 أكبر من 436. 291، 294. نقارن أولاً المئات، 200، 200، المئات متساوية. نقارن الآن العشرات، العشرات هنا 90 والعشرات هنا 90، إذا المئات متساوية والعشرات هنا متساوية. سنقارن الآحاد، الآحاد هنا 1، الآحاد هنا 4، 4 أكبر من 1، إذا 294 أكبر من 291. 350، 350. نقارن المئات متساوية.
متساوية، والعشرات أيضا متساوية، والآحاد متساوية. إذا سنضع إشارة المساواة يساوي 350 تساوي 350، 394 295. نقارن أول المئات، هنا 300 هنا 200. 300 أكبر من 200 والمئتان أصغر من 300، إذا 295 أصغر من 394. 777 676. نقارن أول المئات، 700 600 700 600 600 أصغر من 700، إذا 676 أصغر من 767. 982 992. سنبدأ بمقارنة المئات، هناك 900 900 المئات متساوية. سنقارن الآن العشرات، العشرات هنا 80، العشرات هنا 90، 90 أكبر من 80، إذا 992 أكبر من 982. 457 475. نقارن أول المئات، 400 المئات متساوية. نقارن الآن العشرات، 50 70، 70 أكبر من 50، إذا 475 أكبر من 457. 861 وهنا 97. هذه المسألة العدد هنا من منزلتين، العدد هنا من ثلاثة منازل، دائما العدد من ثلاثة منازل أكبر من العدد من منزلتين، إذا 97 أصغر من 861. 501 379. نقارن أول المئات، 500 300 300 أصغر من 500، إذا 339 أصغر من 501. 461 461. نقارن المئات متساوية، العشرات أيضا متساوية، والآحاد متساوية، فنضع إشارة تساوي. أحل المسألة. المسافة بين العاصمة عمان ومدينة أم قيس الأثرية 116 كيلو مترا، والمسافة بين العاصمة عمان ومدينة البتراء الأثرية 216 كيلو مترا، فأي المدينتين أقرب إلى العاصمة عمان؟ أفسر إجابتي. نضع العددين 216 و116 ونقارن بين منزلة المئات. يوجد لدينا في العدد والمئة وفي العدد الثاني 200. 200 أكبر من 100، إذن 216 أكبر من 116. إذن المدينة الأقرب إلى العاصمة عمان هي مدينة أم قيس الأثرية. نشاط منزلي. أذكر أمام طفلي عدداً مكوناً من ثلاث منازل، ثم أطلب إليه أن يذكر أعداداً أكبر من وأخرى أقل من وأكرر ذلك. لنأخذ مثلاً العدد 935. أعطني عدداً أكبر من. أحسنت، 936 أكبر من 935. الآن أعطني عدداً أقل من 935. هيا يا بطل. أحسنت، 930 أصغر من 935.